ركبك وإيدك بتترعش، ضربات قلبك بتزيد، بتحس إنك مش بتتنفس كويس. لما بتدخل خناقة أو تتعرض لمشكلة، أنت مش جبان وكل ده طبيعي والسبب علمي بحت. اعمل لايك وتعالى افهمك تعمل ايه عشان ده ما يحصلش تاني. الاول لازم تفهم ده بيحصل ليه. ربنا خلقنا جوانا سيرفايفنج انستنكت اللي هي غريزة البقاء، الخوف يعني، كلنا بنخاف بنسب حسب طبيعه كل واحد. فاول ما تتعرض لموقف عقلك يترجمه خطر، فايت اور فلايت اللي هو تهجم او تهرب، فبيحصل تغيير في الفسيولوجي بتاع جسمك كرد فعل طبيعي لما بيتعرض لضغط، وبيفرز شويه هرمونات توتر كده زي الادرينالين والنورادرينالين، ودول بقى سبب كل اللي بتحس بيه. ضغط الدم اللي بيزيد في العضلات بيعمل اهتزازات فيها لو ما استخدمتهاش، والرعشه دي بتزيد حسب حالتك النفسيه، قله النوم، الكافيين، نسبه السكر في الدم وثقتك في نفسك، وهو ده بقى الحل. ودي بتيجي لما بتكون عارف انت تقدر تعمل ايه وما تعملش ايه، وده بيحصل لك عشان انت بتكون شاكك في نفسك وحاسس انك مش قد المشكله دي. الفايترز بقى غالبا ما بيحصلهمش كده لان هم واثقين في نفسهم. لما بتتمرن كتير وتضرب وتنضرب اكتر وتلعب فايت كتير بتكسب ثقه في نفسك رهيبه، غير السلام النفسي اللي بتكون فيه بسبب الثقه دي. لو عايز تبدا فايتنج وتتخلص من مشكله رعشه ايدك، ابعت لي لايكنز في رساله وهنرد عليك، واكتب لي في كومنتس بتحس بايه لما تتعرض لمشكله.